دي بي 5 هي جي تي فخمة ورياضية، أنتج الصانع البريطاني أستون مارتن بعدد محدود بلغ 1059 نسخة بين سنة 1963 وسنة 1965. وتعتبر دي بي 5 من أشهر السيارات بالعالم نتيجة مشاركتها بفيلم جولد فينجر سنة 1964 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وهالشي تكرر كمان بكتير من الأفلام ضمن نفس السلسلة بالتسعينات وبالسنوات العشرين الأخيرة. واليوم قررت أستون مارتن تقديم نسخة جديدة من جولد فينجر دي بي 5 تحت اسم Continuation يلي بيعني الاستمرار، بالتعاون مع إيون برودكشن يلي هي شركة إنتاج بريطانية مشهورة مسؤولة عن إنتاج سلسلة أفلام جيمس بوند. ومن المقرر إنتاج 25 نسخة من هالسيارة الرياضية المشهورة بنيوبورت باغنل باكنغهامشاير ببريطانيا، بنفس المصنع يلي كانت أستون مارتن أنتجت فيه دي بي 5 الأصلية بمرحلة الستينات. تصميمياً حافظت جولدفينجر دي بي 5 كونتينيويشن على تصميمها الكلاسيكي العريق مع مقدمة طويلة ومع استخدام مكثف للكروم، علماً أنه اللون الخارجي رح بيكون فضي، يعني مثل لون أول نسخة من دي بي 5، وبالتالي التميز بيتركز على التجهيزات يلي استفادت منها. وبهالإطار تم استخدام لوح مقاوم للرصاص بيظهر عند الاستخدام وراء الزجاج الخلفي، ولوحات تسجيل بتغير أرقامها للتضليل، وإضافة لنظام رش الزيت على الطريق من الخلف ونظام ضخ الدخان بالهواء من الخلف كمان، تستفيد هالفئة المميزة من دي بي 5 من رشاشين مثبتين بالجهة الأمامية، ولكن هالرشاشات منا حقيقية وبالتالي ما بتطلق الرصاص فعلياً، ولكنها بتوحي بهالشي بس بشكل بيناسب المؤثرات البصرية والسمعية المستخدمة بالأفلام. أكثر من هيك، من الممكن الاستفادة من عواميد مخصصة للتحطيم والتكسير تبرز من هيكل السيارة الرياضية من الأمام والخلف حسب الحاجة. بالانتقال للداخل، تم تزويد المقصورة بمخابئ سرية للأسلحة وللمعدات الخاصة، من ضمنها مخابئ تحت المقاعد، وبيستفيد السائق من شاشة عرض مع رادار وأجهزة متطورة مخصصين للمطاردة ولكشف المواقع ضمن خريطة واضحة، وهالنظام هو لضرورات التصوير والاستعراض ومنه حقيقي كمان. من جهة تانية تبرز مجموعة أزرار التحكم بالكونسول الوسطي وبمسند اليد، إضافة لتزويد باب السائق بهاتف عملاني. من الضروري الإشارة أنه سعر كل نسخة من جولدفينجر دي بي 5 كونتينيويشن من تطوير أستون مارتن ما بيقل عن 3.5 مليون دولار أمريكي، والمفارقة أنه تأمين هالمبلغ الكبير والحصول على فرصة شراء نسخة من دي بي 5 المحدودة حجم الإنتاج ما بيعني إمكان التمتع بقيادة هالسيارة الفريدة من نوعها على الطرقات نتيجة عدم إمكانية الحصول على الترخيص الضروري من دوائر السير المعنية. وبالتالي جولدفينجر دي بي 5 كونتينيويشن هي للاستعراض وليعيش المالك حلم عالم التشويق والجاسوسية، ولكن بشرط انه يبقى بعيد عن الطرقات العامة. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، واذا حابب تتابع كافة انتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.